خليت ازمه في القيروان تحديد مستشفى الجزائر، لما عدد كبير من المصابين، تحويل مصابين حتى للجهات الاخرين والاقسام خارج اقسام الكوفيد، الوضعيه تستدعي الحذر والتوقف. دكتورة سعيدي وفاء، أنا طبيبة اختصاص أمراض الكلى في مستشفى ابن الجزار. في الحقيقة يعطيكم الصحة اللي جيتوا باش تعطيونا الكلمة. اللي صار البارح هو كارثة بأتم معنى الكلمة، وأنا كنت حاضرة من ماضي ساعة حتى من 3:30، وكنت شاهدة بلوتو على اللي صار البارح، ويعطيهم الصحة الزملاء. أون فيت اللي صار البارح هو اكتظاظ في عدد المرضى في قسم الاستعجالي، وكلهم حالات خطيرة. انا كنت بالصدفه حاضر على خاطر كان عندي مريض قاعد يصفي اون اورجونس، ولاحظت وشفت معناها الحركيه اللي صارت البارحه في الليل ما بين نص الليل وما 3:30 نتاع الصباح. دونك اللي صار هو اكتظاظ عدد المرضى في 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 لي اورجونس، وكانوا كلهم مرضى صغار ومعناها واللي تاع نتاعهم اللي تي غراف، يعني كانوا كل الحاله نتاعهم خطيره، يعني لا تنجم ما يمكنش نعم يصير ايوائهم في المستشفى الميداني، وما يمكنش زاد يخرجوا يروحوا للدار على خاطر كان كلهم حالات خطيره تستوجب معناها عنايه غبخوشي وبالكش حتى ريع. دونك الناس الكل تجندت، يعطيهم الصحه البارحه الزملاء. فما دونك هنا صار لنا ان بلوكاج لو سيرفيس، عندنا 112 مريض توا حاليا في السبيطار راقدين ما بين ريا وسيرفيس عاديه. ودونك اللي صار حولنا البارح نوف ملاد، فما اللي حول يعطيهم الصحه زاده الجهات الاخرى، فما شكون حولناه القفصه، فما شكون حول زوز سليانه مهديه سوسه مستير، يعني يعطيهم الصحه الكل معناها خذوا علينا لي ملاد، وباش نجمنا معناها نديشارجيو شويه لي زورجونس. الحق معناها سيتواسيون في القروين اللي اسي غراف، يعني خطيره نجم نقول خطيره برشا، وتشبه للسيناريو الايطالي اذا نجم ان معناها نشبهها بحاجه. وماذا بيا الناس معناها شويه وعي منهم، على خاطر كما تعرفوا معناها الحاله الاجتماعيه نتاع البلاد بصفه عامه، ما نجموش نسكروا البلاد على خاطر فما ناس تستقات وتاكل وكل ما شيء، ولكن نحن كأنا كطبيبه وزميلي في الاداره الجهويه سي عمار رجمني وظهر لي الناس الكل يشاطرونا غاية ذي، ماذا بينا معناها شويه وعي من المواطن، وراهو ما نجموش نتعايشوا مع فيروس كورونا، ما نجموش نتعايشوا معاه مالوغوزمون كيما قانوننا معناها في الاعلام، ما نجموش نتعايشوا معاه. الفيروس هذايا اللي اغريسيف كل يوم، معناها نحنا الكاباسيتي مثلا نتاع المستشفى الميداني كانت 20 سرير، توا ولينا وصلنا ل 32 بيانتو دون في الايام، اليوم 40، يمكن انت عندك المعلومه اكثر مني المحينه. قاعدين تناقشنا بكري زادة على طاقة استيعاب باش توصل ل 100 مريض في المستشفى الميداني، خاطر ما عندنا وين نحطوهم. يظهر لي الناس ما يعني ما في بالهاش معناها الحالة الكاتاستروفيك نتاع السبيطار نتاعنا ونتاع المرضى، كيفاش قاعدة تتعذب وكيفاش قاعدة معناها تلوج على سورس دوكسيجين، ومعناها ويلزم ديما نحط واحد روح في بلاصه غيره، معناها هاك الانسان هذاك اللي مش قاعد يتنفس بالكدا، هاك الانسان هذاك اللي يبدا معناها جوست قاعد اعطيني اكسجين، مخنوق هو مخنوق. يعني اذا كان انت لاباس يلزم كمواطن تخمم في غيرك، تخمم في جارك، تخمم في امك، تخمم في ما نعرفش انا، مش الناس الكل باش تمرض، نعرف اللي 1 ولا 2% ولا قداش باش يمرضوا معناها ديزيتاغراف، مي هذوكم زاده غاليين وعزيز ويلزمنا نخموا عليهم، ويلزمنا معناها نحطوا في رواحنا في بلاصتهم. شوف انت كي تلبس بافيت تتخنق، فما بالك مريض معناها يتنفس بصعوبه. وانا ما نغريت حالات، ما نحبش حتى معناها عملوا لي حاله من الاكتئاب. البارح دخلت نلقى مريضي معناها منحي دبشو، دايوغ ربي يرحمه، هو معناها قبل ما يموت بساعتين ولا بثلاثه منحي دبشو، الكل مخنوق. معناها حطوا رواحكم في بلاصه الناس، شوفوا كيفاش انتم تخنقوا بافيت، حطوا هذيك احساس شويه بارابور لمريض معناها مريض نتاع كورونا غراف معناها. وكا هو ماذا هو اللي نعم على علمي انا اللي ريتهم انا ما نجمش، هو ريجيستر عند الاداره الجهويه اكثر من اللي انا معناها حاضر عليه. زوز الصباح هذوما الصباح
منهم مريضي بيان سور فهمت الله يرحمه. ما نعرفش اللي شيف الصحاح عند لي درجه جهويه. قلت البارح زاد الصباح انا ريت زوز قدامي معناها توفيق. تفقدوا المريض قدامكم المتوفى الله يرحمه شعور مؤلم شعور مؤلم راهو يا ناس حطوا روحكم في بلاصه الطبيب ولا الممرض ولا زميل اي زميل ولا حتى انسان عادي. تصور انت تشوف مريض معناها في الاخر ما تنجم تعمل له حتى شيء ما تنجم تعمل له حتى شيء ضم معناها ما نجمو نعملو له حتى شيء ما فماش لازم باش تحط له ريسبيراتور باش يتنفس بيه لي ريسبيراتور ماهمش برشا ماهمش قد المرضى. نحنا عندنا 112 مريض كلهم صعاب عما عندناش 112 ريسبيراتور معناها الحق احساس صعيب برشا ويحزن معناها فهمت كي تشوف الناس هكاك قاعده تقاسي معناها فيك الكونديسيون المزريه وفيك الاحساس نتاع الاختناق اللي يحس به المريض ومعناها حاجه ديبريمونت فهمت ديبريمونت. وان شاء الله ربي يحفظ الجميع وين بحق ويزود لي تعزيزات انتم خاطر لكم جيات يظهر لي نقص حتى في الاطارات الطبيه والشبه الطبيه يظهر لي كي جاي الوزير نتصور باش تقولوا له ورانا ناقصين. انا كطبيبه وظهر لي زملائي كل معناها شاطروني الراي نحن نستحقوا كان شويه نظام وشويه وعي عند المواطن. نحن هنا نخدموا توا عندنا فوق العام من مارس عم ناول نخدموا سون كونجي. انا نتمنى الحاجه الوحيده اللي باش تفرحنا نحن هو ان كل مواطن ما يحاول يخرج كان باش يقضي قضيه. القهاوي راهي ماهيش باش تهرب علينا معناها نجمو نضحيو جمعه ولا جمعتين. الاسواق المرشيات البافيت ديما يلزم تلبس بافيت هذايا شنو نستحقوا في بالي انا في الوقت الحالي خاطر معناها باش تزيد عدد الاسره وباش تخلي الدنيا محلوله راهو ما باش تحل المشكله باش يتعبيو باش يتعبيو باش يقعد جديد وكل اللي تعديو باش يزيدوا يعديو ناس اخرين توا المعتمديات ولا فيها اكثر حتى من 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 من, من القيروان المدينه راهو فما شيريت فيها تو دو بوزيتيفيتي نتاعهم اكثر من 75% يعني في بالي وصلنا لمستويات انذار ما صارتش حتى في الهند في بالي معناها ما صارتش حتى في الهند. والثمار نتاع هالكونتاميناسيون هذه اللي قاعده تصير توا عندها جمعه مانيش باش نشوفوها تو دو سويت راه بعد جمعه اذا كان باش نقعدوا هكايا بعد جمعه جمعتين وقتها بتسمعوا بالتو نتاع الوفيات خاطر المريض في الموجه هذه الثالثه لاحظنا اللي المريض الغيزيست الغيزيست مش كيما الموجه الثانيه. الموجه الثانيه يا يحيى يا يموت في صافيس هذه في الموجه الثالثه هذه المريض قاعد الغيزيست لاحظناها معناه يقعد اكثر في السبيطار يلوكوب ديلي اكثر وبالطبيعه بون في نهايه المطاف يا اما باش معناها والا باش ينجم معناها يتوفى. دونك نحن اللي صاير توا باش نجنيو ثماره بعد 15 يوم الا باش نقعدوا هكا بعد 15 يوم 10 ايام باش نوليو نسمعوا باللي دي سي معناها بالوفيات يمكن فوق العشره فوق الحديث يعني هو المواطن يقول لك ليه ما ماتوش برشا ليه ليه سيدي المريض مرضى قاعده توا معناها تقاسي في المستشفيات قاعدين الغيزيست هذيك هي البارتيكولاريتي نتاع الموجه هذه هذه معناها هكاك اللي مالات الغيزيست اكثر اما في نهايه المطاف مش كلهم باش ينجيو معناها نجموا معناها لي كونسيكونس نتاع الحكايه هذه نشوفوها بعد جمعتين نسمعوا بتوم نتاع وفيات ولا عندنا خمسه وسته وعشره في النهار.